سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. اليوم لقيتوني جيت معكم بواحد الفيديو جديدة اللي بغيت نشارككم معايا. بغيت اليوم نصبغ لون شعري، وبغيت نشارككم الطريقة اللي كنعمل انا في الدار باش نصبغها. طريقة بسيطة، ما فيها حتى شي حاجة اللي صعيبة باش الانسان يديرها في الدار. وفي نفس الوقت بغيت نهضر لكم على هاد الصباغة هادي، بغيت نوريها لكم. كيف كتشوفوا راها لا مارك ديال لوريال، وفيها هاد اليوتيوبرز هذه اللي كتعجبني بزاف، سميتها ساناناس، اللي كانت من اليوتيوبرز اللي كيعجبوني بزاف نشوف فيهم. هي يعني يوتيوبرز فرونسيز، كتعجبني بزاف نشوف لاشين ديالها. عندها بزاف ديال، كتعمل بزاف ديال لي فيديو مختلفين ومزيونين بزاف. كيعجبني الستايل ديالها وهذا، وتبارك الله عليها وصلات وصلت بعيد. كيف كتشوفوا راهي في لابوات ديال الصباغه ديال لوريال، وعجبني الحال بزاف مني شفت لاباج ديالها وهضرات على هاد الصباغه، وكانت فرحانه بزاف حيت لقات تصويرتها في كلشي لابوات، ما كانتش منتظره هادشي، وكان عجبني بزاف. وعلى داكشي قلت اطو انا كيعجبني اللون ديال شعرها، كيعجبني اللون ديال شعرها بزاف. هو واحد اللون كحلمي، الكحل ديالو زوين بزاف بحال المارو فرونسي بحال. المهم كيف كتشوفوا هنايا في لابواط زوين بزاف. وهذا اللون سميتو سموكي براون، سموكي براون، وكانت منه يخرج لي كحل، باسكو كيف كتشوفوا انا شعري من هنا بغيت هذا اللون، بغيت اللون ديالي الاصلي، وهذا تحيد لي باسكو استعملت بزاف لا مارك ديال الصباغات ديال شي لوريال بعدا نيت، وكان كنعملهم كيكونوا دو جوغ هكا اللون زوين مثلا كحل، وهذا ابخي ديك دو جوغ مع الغسيل وهذا كيرجع لي هذا اللون. ما بغاش يمشي لي هذا، ما بغاش يمشي نهائيا. سيبو على داكشي، قلت يمكن لا نوفيل كوليكسيون ديالهم تكون مزيونه، على داكشي قلت غادي ناخذها ونشارككم الطريقه ديالي اللي كندير فيها، اللي كيف كندير لها. وكنتمنى يخرج لي هذا اللون ويبقى لي، يعني فريمون يبقى لي ويحيد عليا هذا اللون باسكو فريمون طلع لي راسي. وكيف كاتبين هنايا، و الى عندي شاتا كلير، شاتا كلير وهذا غادي يرجع هكا. المهم كيف كتشوفوا زعما كحل، كحل شويه يعني ماشي مغلوق بزاف. المهم كيف كتشوفوا هنايا كلشي باين، مي انا يعني ما عرفتش، جيسبر حيت جربت بزاف، ولكن المهم غادي تشوفوا معايا الى تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر. غادي نابليكو ونوري لكم الطريقه كيف كنابليكي، ومن بعد غادي نوري لكم كيف النتيجه ديالو، وجيسبر غادي يبقى لي بزاف. المهم غادي نهضر لكم عليها، غادي نسيها نجربها، وغادي نهضر لكم عليها واش مزيانه ولا لا وهذا، واش ننصحكم تاخذوها، يعني واش كيبقى اللون ديالها ولا ما كيبقاش بحال الاخرين. باجي بار يخرج لي هكا باسكو جادور لا كولور. علي نخليكم مع الفيديو نوري لكم كيف كنابليكيها. علي بقاو معايا. ها انا البنات رجعت معكم. اول حاجه غادي نديرها غادي نحل معكم لابوات، غادي نشوفوا شنو فيها من داخل. ولا فيها هاد لا كولور،
كتشوفوا وجهي كله صباغة. غادي نحاول نحيدو بالفازلين باسكو نورمالمون البنات كنصحكم تحطوا الفازلين قبل ما تحطوا صباغة. انا نسيت ما درتش هادي باسكو ملي كنحطوا صباغة داك الساعة كيلصق في الفازلين وداك الساعة كيسهل علينا نحيدوه. بالنسبة اللي عندها شعر طويل غادي ننصحها ما تدي صباغة جوج صباغات من هادي باسكو ماشي بحال الصباغة الاخرى اللي عندي لابيتود ناخدها كانت كبيرة. الصباغات اللي عندي لابيتود ناخدهم كبار وكي يعني كيكفيوني للشعر ديالي مي دابا ما كفاتنيش الشعر ديالي على داكشي يعني كملت غير بسيف. جيسبر يخرج لا كولور حيت خديت غير وحده وما كانش عندي شو. كيف كتشوفوا معايا البنات ما بغاش تحيد لي غادي نمشي للحمام غادي نحكم مزيان بالصابون والماء غنحاول نحيدو. غادي نخليه فوق شعري ب 30 مينوت وابخي غادي نغسلو مزيان بالماء دافي بالماء دافي حتى يصفالي حتى يصفالي ما يبقاش يهبط الماء يعني كحل حتى يصفى كله. ابخي غادي نحط هذا البلسم فوق شعري وغادي نخليه دو 3 مينوت وابخي غادي نغسلو وغادي ديك الساعه نوري لكم كي غيكون ابخي. خليكم معايا حتى نصايبو ونوري لكم لا كولور كي غايجي. انا رجعت معكم البنات كنتمنى اللون واللوك الجديد هنا الاعجاب ديالكم. انا عجبني بزاف هذا اللون وشونجالي بزاف وجاني مبدل وصافي دو بيان نشونجيو شويه. كنتمنى يعجب لكم الفيديو يجي لكم ساهل وما نكونش ثقلت عليكم. الى عجبكم الفيديو نزيد با ديروا لي لي جيم وتابونيو لاشين ديالي واذا عندكم اي سؤال ما حطوا لي في الكومونتير. ودابا غادي نخليكم حتى الفيديو الجايه ان شاء الله. بيزو.